إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه آية في كتاب الله العزيز من سورة آل عمران الآية 140، يقول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتلي الخلق، اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتلي الخلق جميعاً، وقد ابتلى صفوة خلقه من النبيين والمرسلين. ابتلى نوح شيخ الأنبياء، ابتلى خليل الرحمن إبراهيم، ابتلى يونس يوسف موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام، جميعاً ابتلاهم جميعاً بما يشاء ولحكمة أرادها. في موقف من المواقف التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، تذكر قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ممتثلاً ومتمثلاً للقيمة التي وردت في أمر الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن صفوة الخلق ابتلاهم ربنا جل جلاله. يكفي أن أذكر حديثاً واحداً رواه الإمام الترمذي. روى الإمام الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ أي الناس أشد بلاءً؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ربنا ابتلى الأنبياء والمرسلين، وابتلانا ويبتلينا جميعاً بما يشاء لا بما نشاء، كيفما شاء لا كيفما نشاء، متى شاء لا متى نشاء، عملاً بالوحي،
في الآية 155-156 من سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء لحسن حظنا. ربنا قال بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي أوائل سورة الملك قال ربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيامنا أعمارنا، أعمارنا أيامنا، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم إذا ذهب يومك ذهب بعضك. يا ابن آدم إذا ذهب يومك ذهب بعضك، فكل يوم نودعه في هذه الحياة نقترب إلى مصيرنا المحتوم، ولكل أجل كتاب. إذن أعمارنا أيامنا، أيامنا أعمارنا، ونحن ممتحنون. أمر آخر نؤكد عليه أن الله عز وجل أراد أن يختبرنا للتمييز والتمحيص، أراد لنا أن يمحصنا، أن يبتلينا وأن يمتحننا بكل شيء بما يشاء. هذه أيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. في هذه الحياة موت وحياة، سقم وصحة، نصر وهزيمة، ارتقاء انخفاض، سعادة وشقاء، سراء وضراء، ساعة وضيق. كل هذه الابتلاءات تجري في أيامنا، ونحن لا بد أن نحسن استقبالها. هنا موطن الامتحان. ثم أن الله عز وجل وعدنا ووعده الحق أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء، ومن وفقه الله ليحسن التعامل مع الأقدار سيكون من الفائزين. والله قد وعد هؤلاء بدرجات في الجنة، وأنتم تعلمون أن في الجنة درجات، وفي الأخرى دركات، نسأل الله العفو والعافية. نملك حياة واحدة فقط، إذا أحسننا استثمارها، زرعنا فيها الطاعات والقربات والباقيات الصالحات سنكون من الناجحين، وإذا كنا من الغافلين لا سامح الله ولم نمتثل لقوله تعالى في سورة الأعراف الآية 205: ولا تكن من الغافلين. لأن الله يعلم بأن في الغفلة دمار، أما النسيان لا حرج فيه لقوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. لم تقل الآية: ولا تكن من الناسين، بل قالت: ولا تكن من الغافلين. نسأل الله ألا نكون من الغافلين، ونسأل الله أن نكون من الذاكرين. أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. مما ورد في مخزون الإمام الشافعي رضي الله عنه تلك الوصفة العلاجية الوقائية التي خلفها لنا، وهي من المواريث التي تستحق الاهتمام، لأنه أدرك حسن التعامل مع الوحي. وما سأقرأه على مسامعكم ينسجم مع المعاني التي وردت في الآية 140 من سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح، قروحنا كثيرة لا نحصيها عددا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذه الآية نزلت عقب أحد، وفي تاريخنا أحد وبدر، وفي تاريخنا حنين وتبوك. نقرأ التاريخ قراءة اعتبار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. دوام الحال من المحال. أقرأ بعض ما ورد في هذه القصيدة، وتعتبر وصفة طبية وقائية علاجية. يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ألهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم ألهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وفاء الصلاة. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا اعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.